بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في موديول الماسكوسكليتال سيستم. المحاضرة هتشتمل على ثلاث مواضيع. الموضوع الأول هو introduction للماسكوسكليتال imaging, النورمال كولوم جوينت أناتومي, و hints عن ال developmental dysplasia of the hip. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو imaging للأستيوبوريزيس والأستيوبينيا, وثالث موضوع هو الـ common types of arthritis. أنا الدكتورة إيناس خطاب, أستاذ الأشعة قبل ما أتكلم عن الماسكولوسكليتال سيستم أحب أنوه بس عن كلمة موداليتي اللي هي widely used in radiological field. كلمة موداليتي is a term used in radiology to refer to one form of imaging, زي مثلا الـ CT scan. It's often used in plural form, بستخدمها غالبا في صورة الجمع, زي ما أقول مثلا various modalities إن أنا أستخدمها في تشخيص مثلا زي liver disease. كلمة موداليتي برضو مش محصورة على استخدام في الراديولوجي, لا احنا ممكن نستخدمها في الميديسين عموما, زي ما اقول مثلا ان انا different types او procedures او therapy لديزيز معين زي حالات الكانسر, فبقول مثلا modalities of treatment for cancer include chemotherapy, radiotherapy, surgery like this. بالنسبة للراديولوجيكال موداليتيز المتاحة عندي ومست كومن يوزد, أول حاجة وأهم حاجة طبعا عندنا هو وبالذات في الماسكولوسكليتال سيستم هو البلين اكس راي. تاني موداليتي بستخدمها هي الفلوروسكوبي وهي اكس راي, لكنها بتبقى اندر ايماجينج, يعني بصور وأنا شايف. تالت موداليتي هو النيوكلير ميديسين. النيوكلير ميديسين انه بيستخدم في راديو اكتف ماتيريا اللي هي المواد المشعة, واهم حاجتين فيهم هما السنتيجرافي والبيت سكان. البيت سكان دي اختصار لكلمة بوزيترون ايميشن توموغرافي, وبيستخدم غالبا في الايفالويشن بتاع الكانسر بيشنت. بعد كده الموست كومن يوزد هو الالترا ساوند, في بعد كده عندي الكمبيوتر توموغرافي والماجنتيك ريزونانس ايميجنج اللي هو الام ار اي, وفي عندي هايبرد موداليتيز. كلمة هايبرد معناها ان انا بستخدم تو موداليتيز مع بعض, زي ما اضيف سيستمز معينة بتضيف البيت سكان للسي تي او البيت سكان لل. بالنسبة للإنديكيشن of for musculoskeletal imaging, the musculoskeletal imaging is subspeciality of diagnostic radiology which involves ordering and interpreting medical images of bones, joints and associated soft tissues and diagnosing injuries and disease. طيب الانديكيشن ان موست كومن انديكيشن ان انا بسبكت حاجه ده كونجينيتال او ديفلوبمنتال ديزيز عند المريض, في حالات التروما, في حالات السبكت بون تيومرز, حالات الاوستيرايتس او حالات الانفكشن. الكومبلين اوف ذا بيشنت يوجوالي بيبقى بين او سوولينج او ديفورميتي او ساينز اوف انفلاميشن زي ريدنس, هوتنس, اديما لايك ذس. بالنسبة للسكليتال سيستم, الهيومن سكليتال سيستم بيتكون من 206 عظمة. all of these bones can be classified into 5 groups. أنا بقسم العظم بتاع الإنسان لخمس أنواع. اللونج بونز اللي هو العظم الطويل, وده زي العظم اللي بيبقى موجود في الإكستريميتيز ودي بتبقى طولها أكتر من العرض. الشورت بونز هو البونز بتاعت الريست, بتاعت الأنكل, بتاعت الفوت, ودول أركيبويدال يعني بتبقى مربعة في الشكل كده زي الكاربالز والتارسلز. الفلات بونز اللي هما زي البونز بتاعت السكال والبونز بتاعت البلبس اللي هي الإليكو. دي سيسامويد بون اللي هما العظم الصغير اللي بيبقى موجود جنب اللي عند الميتا تارسو فارنجيال جوينتس, زي مثلا بتاعة الصامب أو بتاعة الكريتو اللي هو العظم الصغير اللي بيبقى موجود حوالين الجوينت. دول بيسميهم سيسامويد بونز وهي سمول وراوند بونز. وفي عندي الريجولار شيب بون دي مبيبقاش لها شكل معين, ودي بتشمل الفرتبرا وتشمل السيكرم والكوكس. بالنسبة للبون ستراكتشرز طبعا أهم حاجتين بيتكون منهم العظمة هي الكورتكس واللي هي الأوتر لير اللي هي دي, والميدالا او الميدالا كافيتي اللي هو الانر كافيتي بتاعه العظم.
طيب ايه هو البريوستيوم؟ البريوستيوم دي فايبرس تيشو بيغطي العظمة من بره، اللي هي فايبرس تيشو بتغطي العظمة من بره، ودي اللي بيبقى ماشي فيها النيرفس والبلاد فيسلز والليمفاتيك. طيب الاندوستيوم، الاندوستيوم دي ثين ممبرين بيبقى جوه جنب الكورتكس لازق فيها من جوه. طبعا في النورمال اكس راي غالبا انا ما بشوفش الاندوستيوم ولا البريوستيوم الا لو فيهم مشكلة. طيب اللونج بون بتتكون من ايه؟ بتتكون لي من الشافت بتاعها اللي هو بنسميه الديافيسيس، بتتكون لي من الفليرنج بارت ده اللي هي الحته الوايد دي اللي هي الميتافيسيس اللي بيلحم فيها بعد كده الابيفيسيس. السبيس اللي هو بين الابيفيسيس والميتافيسيس ده موجود في الجروينج بون، بس اللي هو العظم قبل ما العظم يقفل اللي هو عند الاطفال او عند في الايرلي بيوبرتي، وده بسميه الفايسس او البروث بليت، وده هو اللي العظمه بتطول منه. لو بدأنا نتكلم عن البونز بتاعت الأبر ليمب، هنتكلم البونز بتاعت الأبر ليمب are those that can be found within the shoulder girdle والأرم والفورأرم والهاند. بداية بالشولدر جيردل، طبعا البون عموما بيوفر مكان الاتاتشمنت بتاعت السكريتال ماسل as well as framework للنيوروفاسكولار and lymphatic and lymphatic element. شولدر جيردل بونز بيتكون منها عظمة الاسكابولا والهيومرس البروكسيمال بارت اوف ذا هيومرس اللي هي الهيد والنك والابر شافت والكلافيكل. طبعا السكابولا في منها اللي عندي طبعا الاكروميوم بروسيس اللي هو بيكون الاكروميوم كلوتويد، وعندي الكروكويد بروسيس طبعا التركيبه او الاستراكشر بتاع الاسكابيولا عموما، وفي الجلينويد كافيتي اللي هي بتوفر الارتكوليشن بتاعه الهيومرال هيد في عشان تعمل لي الشولدر ارتكوليشن. بالنسبة للبونز بتاعت الالبو، الالبو بيتكون لي من اللور بارت اوف ذا هيومرس بالابيكوندايلز بتاعتها والسوبرا كوندايلر ريجون، الراديال هيد والابر بارت اوف ذا راديوس مع الراديال تيوبروسيتي، والبروكسيمال النا بالكورونايد والكوراكويد الاكروميوم الأوليكرينون بروسيس بتاعت الألنا الأوليكرينون والكورونايد اللي هم الورا هو الأوليكرين والقدام هو الكورونايد بروسيس. الصور بتاعت الكلين اكس راي ده قلبه، صورة قلبه اي بي، وده صورة قلبه فور ار اي بي اند لاتر. طبعا الاي بي ان انا بصور العظمة فيس من قدام، واللاترال هو بشوف العظمة من الجنب. طيب بالنسبة للبونز بتاعت الريست والهاند، الكاربال بونز اللي هم عددهم 8 عظمات، الكاربال بونز بيتصفوا في 2 روز، البروكسيمال رو اللي هو ناحية الريتياس والأنا، وده بيتكون من السكافويد واليونيت والترايكوترال، وورا بتبقى البيزي فور. الصف الثاني اللي هو بسميه الديسر رو، ده بيتكون من الترابيزيوم والترابيزويد والكابيتيت والهاميت. الفيرست رو بيارتكوليت مع ريديس والألنا، والسكند رو بيارتكوليت مع الميتاكاربال اللي هم عددهم 5 ميتاكاربالز. بعد كده البونز بتاعت الصوابع والفينجرز والصامب بيتكونوا من الفالنجيز، الصنب فيه 2 فالنجيز بس بالبروكسيمال وديستال، وبالنسبة لباقي الصوابع بيبقى فيهم 3 عظمات. بالنسبة للبوني بلبس واللور لمب، اللور لمب راديوجرافي از راديولوجيكال انفستيجيشن اوف البوني بلبس الهيب جوينت الفيمر الني جوينت التيبيا الفيبيولا الانكل الترسا العظمة كمان بتاع الفوت اللي هو الترسا بونز والميتاتارسالز والفالانجيز. طبعا الموست كومن انديكيشن ايميجنج للبلبس واللور لمب هو التروما الفراكشرز الديسلوكيشن. البون ان ذا لور لمب كان بي ديفايدد انتو ذوز وذين الثاي الليج اند ذوز وذين الفوت، ده بالنسبه للور لمب.
بالنسبة للبوني بيلفس الأول، البوني بيلفس بيتكون عظم البيلفس نفسه من الإليك بونز اللي هي العظمة العريضة الكبيرة دي الإليك بونز، بالأجزاء بتاعتها الاسترنم يعتبر جزء منها، وبعدين الإليك سباينز الأنتيرور والبوستيرور سوبيرور وإنفيرور إليك سباينز، بيتكون كمان من البيوبيك بونز والإسكيام. دي البيوبيك بونز السوبيرو بيوبيك ريموس الانفيرو بيوبيك ريموس الإسكيام هنا، والحتة اللي بارزة دي اللي هي الإسكيال تيوبروسيتي. وبالنسبة للبوني بيلفس عموما، يعني احنا قلنا ان هو بيتكون من العظم، اسامي العظم البوني بيلفس ده بيشمل كمان السكرم والكوكسكس والهيب بونز او الهيب جوينت. الهيب جوينت بيتكون من الاسيتابلم والهيب بتاعت الفيمر. بالنسبة للهيب، ودي حاجة مهمة جدا، ان انتل بيوبرتي الهيب بونز بتتكون لي من 3 عظمات بتبقى لسه مفصولة وملحمتش مع بعض، اللي هو الإليوم والإسكيام والبيوبس، وبيبقى بيربطهم حاجة اسمها التراي راديات كارتليج. Two hip bones are joined anteriorly at the pubic symphysis and posteriorly، اللي بيمسكهم مع بعض هو السكرم والسكرو إلياك جوينت. الهيب بونز incorporate the acetabulum which articulate مع البروكسيمال فيمر عشان يكون لي الهيب جوينت. البرين اكس راي اللي قدامنا ده AB للبوني بيلفس والبوس هيب جوينت، ومكتوب عليهم الاسامي بتاعت العظم اللي بيدخل في تركيب سواء البوني بيلفس او البوث هيب جوينت. بالنسبة للبونز بتاعت الفور لمب زي ما قلنا، هي بتشمل البونز والصصاي اللي هي العظمة واحدة بس اللي هي عظمة الفيمر. تشمل تو بونز بتوع الليج اللي هو التيبيا والفيبيولا، بتشمل الارتكوليشن بتاعت الني جوينت مع او العظمة اللي بتكونه هي عظمة الباتيلا اللي هي بتبقى قدام او اللي هي الصابونة. بالنسبة للصورة اللي فوق دي بتوريني الستراكشر بتاعت العظم، دول اكس راي اي بي للني جوينت، وده اي بي اكس راي للبونز بتاعت الليج. نشوف بقى البونز بتاعت الانكل والفوت، بيتكونوا من اللور بارت. الانكل جوينت عبارة عن ارتكليشن للور بارت اوف ذا تيبيا والفيبيلا مع التيلس اللي هي عظمة من التارسال بون. بالنسبة للبونز اوف ذا فوت، طبعا في الترسل بون، وهم عبارة عن اساميهم بقى اللي هي الكالكينيس، ودي اكبر عظمة اللي بتعمل لي كعب الرجل، في التيلس وفي النافيكولار. الكيونيفورمز 3 ميديال وانترميديات ولاترال وفي الكيوبويد بون. بعد كده عندي الميتاتارسل نفس الكلام 5، والفالنجيز 14، واحدة الصبع البيكتو برضو بيبقوا 2 بس، وبقية التوز بيبقوا 3 عظمات. لو جينا بقى للسباين اناتومي، السباين اناتومي عندي 33 فيرتبرا موجودة في البودي، ده اللي هو العدد الطبيعي، اللي في ناس بيبقى عندهم اقل بواحدة او اكتر من واحدة، في حاجات بنسميها لامبرايزيشن او ساكرالايزيشن. السيرفيكال فيرتبرا عددهم 7، الثوراسيك 12، اللمبر 5، والساكرال 5، وهم الاثنين مع بعض 10. ممكن واحدة لمبر تزيد أو واحدة ساكرال تزيد، لكن العدد بيبقى ثابت اللي هو 33. الكوكسكس عددهم 4 فيرتبرا. طبعا الفيرتبرا بتفاري في السايز وفي الشيب اكوردنج للاناتوميكال سايت بتاع الفانكشن بتاع ده. النورمال فيرتبرا، التيبيكال فيرتبرا لها اناتومي بتاعها اللي هو الفيرتبرا بودي، بيكونكت مع 2 بيتيكلز على الناحية اليمين والشمال. البيتيكلز بعد كده بتقفل الدايرة باللامينا، اللامينا على اليمين والشمال، يبقى دي لامينا ولامينا، بيتيكل وبيتيكل، فيرتبرال بودي.
two transversal processes موجودة على الناحيتين، وبعدين من ورا في ال spinous process. ال facet joints أو ال facet articulations دي أو بت provide articulation لل facet joints اللي هي بتشبك ال spine مع اللي فوقيها واللي تحتيها، اللي هما بنسميهم ال articular process. projecting from اللمنة دي articular process هنا، ودي واحدة هنا، دول superior articular process عشان يarticulate مع السباين اللي فوقيها، وفي زيهم اتنين من الناحية التانية يarticulate مع السباين اللي تحتيها. الجوينت اللي بتكون من الarticulation دي اسمها الفاسد جوينت. السيرفايكال اند لامبر فيرتيبرا الكونفكس انتيريورلي، وايل الثراسيك والساكرال فيرتيبرا ار كونكيف انتيريورلي. لو بدأنا بالسيرفايكال سباين، احنا قلنا ان عدد السيرفايكال سباين 7 وموجودين في الابر بارت بتاع السباينال كولم اكستندنج من السكال بيز لغايه الثراسيك عند الليفل بتاع الفيرست فيرتيبرا ارتكوليت مع الريب. يعني اول ما يبدا اول ريب ارتكوليشن دي هتبقى اول واحده دورسال سباين. السيرفيكال سباين نورمالي كونسيست اوف 7 فيرتيبرا، المين فانكشن بتاعها اللي هو سبورت السكال اند مينتين ذا ريليتيف بوزيشنز اوف ذا برين اند سباينال كورد. الاكس راي دي بتوري لي ده اي بي سيرفيكال سباين، ودول بوست لاترال مكتوب عليهم طبعا متراكمين ال عدد البرتيبرا من اول سي 1 لغايه سي 6 سي سوري سي 7. الاستراكشر بتاع كل برتيبرا من البودي والبيتيكل واللامينا، طبعا في حاجات بتبان في البين في الاي بي، وفي حاجات بتبان في اللاترال فيوز. لو بصينا على الصورة الملونة دي هنشوف الاستراكشن، طبعا السي واحد هي ملحومة مع السي اتنين شاكين في بعض ده اناتوميكالي، هي كده والحتة اللي فوق او البقية الجزء الفاضي من البودي بتاع سي واحد ده بسميه الاودونتويد بروسيس. بعد كده لو دخلنا على الدورسال سباين، الدورسال سباين عددهم 12 فرتبرا وهم المفصلين بين السيرفايكل من فوق واللمبر من تحت. الدورسال سباين يونيك في ان ده بيحصل لاتاتشمنت للرب، كل واحدة من الجنب فيها ارتكوليشن مكان لارتكوليشن بتاع الرب، في حاجة بسميها الكوستال فاسيت. الثوراسيك سباين اتس اوايز ذا موست موبايل، اكتر رغم ان هم مربوطين بالربس من جنبين لكن هم اكتر فيرتيبرا بتتحرك. موست موبايل يعني غير السيرفايكال واللمبر. والاكس راي ده اي بي فيو للدورسال سباين، وده لاترال فيو مترقم عليها الارقام بتاعتهم من 1 لغايه 12. دخلنا لللمبر سباين، قلنا ان اللمبر سباين عددهم 5 adjacent vertebra موجودين في اللور vertebral column. they participate in the lumbar lordosis. المنحنى ده او الحنية بتاعتهم دي هي اللمبر lordosis، ودي natural curve موجود في السباين، وهي من قدام طبعا كونفكس انتيريورلي. يعني ده اللوردوزس او ده اللي هو النورمال لوردوزس، ده نفسه ده النورمال الناتشورال كيرف بتاع اللمبر سباين. اللمبر سباين ارتكوليشنز اوف فاسيت جوينت بيرميت الفليكشن اكستنشن اند ابدكشن موفمنت. في طبعا الارتكوليشن زي ما قلنا بين كل فيرتيبرا والتانية الفاسيت جوينت موجودين، هما دول اللي بيبقوا مسؤولين عن الحركة من فليكشن والاكستنشن. طبعا ده اي بي متراكم عليه موجود عليه الارقام بتاعتها، وده اللاترال. بالنسبة للسكرم والكوكسك، السكرم بيتكون من 5 فيرتيبرا والكوكسك قلنا ان هما 4 سيجمنتس. طبعا بالنسبة للسكرم الفيرتيبرا بتبقى غالبا لحمة مع بعض، ومفيش انترفيرتيبرال ديسكس بينهم زي اللمبر سباين او بقية السباين، ومعنى كده ان مبقاش في حركة خالص في المنطقة دي.
تيست البارت اوف ذا سباين اللي هي دي هي الكوكسكس اللي هي عظمة الكوكسكس أو العصب السمبي. طب اتكلمت بقى عن developmental dysplasia of the hip أو زمان كانوا بيسموها congenital dislocation بتاعة ال hip. دي عبارة عن apparent development of the hip joint and results from an abnormal relationship between the head بتاعة الفيمور وبين ال acetabula. There is a clear female predominance and it's usually okay from ligamentous laxity بيبقى في laxity في الليجامنت أو في abnormal position للهيد النيتيرو يعني مع في قوة الرحم لسه. وبسبب سبب مهم جدا من أسبابه هو الأوليجوهايدرانيموس اللي هو بتبقى المية اللي حوالين البيبي قليلة فالحركة ما بتبقاش مظبوطة فبيبدأ يحصل الديفورميتي ويبرزست. الجدول ده بيوضح لي ان الديفلوبمنتال ديسبلاسيا اتسحب مور كومن في الجيرلز عن البويز وان هو مور كومن في الليفت سايد عن الرايت سايد. ان الريسك فاكتور انها تبقى جيرل انها تبقى بريتش والبوست فاميلي هيستوري بالنسبة للجيرلز بيشتكي نسبة 4.4% لكن بالنسبة للبويز 0.9%. هو كمان في البنات البريتش بريزنتيشن واللي عندهم بوست طيب انا ازاي بشوف الديفلوبمنتال ديسبلازيا اوف ذا هيب في الاكس راي؟ عندنا البلين اكس راي هو الاسسمنت الكي اسسمنت في حالات الديفلوبمنتال ديسبلازيا اوف ذا هيب. الحاجه المهمه اللي ببص عليها الريليشن شيب بتاعه البروكسيمال فيمر للديفلوبينج بيلفس او تحديد الاسيتيبلا. وتاني حاجه ببص عليها الاسوفيكيشن بتاعه السوبيريو فيمورال ايبيفيسيس اللي هي بنسميها الكابيتال ايبيفيسيس. بالنسبه للريليشن بصيت هنا على الهيب ده نورمال فبلاقي ان الريليشن بتاعه البروكسيمال فيمر كوابتد بالنسبه للديفلوبينج بيلفس في لاينز كده بنبدا نرسمها ونعرف ان هي مكانها مظبوط. لو بصيت على الناحيه الثانيه الناحيه الشمال دي الهيد طبعا العظمه نفسها متحركه لفوق يعني نشوف اللاين ده. اللاين ده اسمه شنت اللاين اللي هو ماشي كونتينوس بين الفيمر وبين الهيب. طبعا هنا اللاين انترابت ده ليه؟ لان العظمه ديسلوكيتد لفوق. الشايلد ده هو عن 3 سنين شكله هيبقى عامل ازاي؟ الديسلوكيشن زاد الكابيتال ايفيسيس هي بدأت تبان لان هي ما بتبانش الاسوفيكيشن بتاعت الهيد ده الا عن 6 شهور. طبعا اقارن بين السايز ده والسايز ده فلاقيها اصغر من السايز الطبيعي. اذا كان الشايلد ده قبل 6 شهور لان نيت لسه مولود عنده اسبوع اسبوعين الاسسمنت هنا بيبقى بالالترا ساوند. الالترا ساوند فيري ايزي ميثود ان انا في نفس الوقت ما بعرضش الشايلد لراديشن وفي اماكن كتيره بتعملوا روتين اكزامينشن للاطفال اللي بيتولدوا بالذات لو كانوا فيميل او لو كانوا بريتش بريزنتيشن. لو شفت بصيت على الاناتومي هنا دي الهيد اهي اللي هي السودة السنتر بتاع البرايت ده هو اللي هيبدا منه الاسوفيكيشن. العظم في السونار بيبان ابيض فدي الالياك بون وده الاستابيلوم. بقيه الاستابيلوم لسه اسود لسه ما حصلش فيه اسوفيكيشن والمفروض ان ده الكارتليج اللي بيبقى موجود اللي هو اللي بيكون مغطي الاستابيلوم من جوه. طيب انا بقيس الانجلز انجلز تو انجلز معينين. الانجل الفا دي هي المسؤوله عن المقدار او الجزء من الهيد المتغطي بالعظم والانجل بيتا الجزء من الهيد المتغطي بالكارتليج او اللي هو مش متغطي خالص. فهنا الالفا بيتا لازم تبقى اكتر من 60 لو اقل من 60 زي الصوره الثانيه دي معنى كده ان الهيد متحركة لفوق فجزء منها مضغطي بالكارتليج وجزء منها لأ. البيتا أنجل هي اللي كبيرة والألفا أنجل قلت فمعنى كده إن ده أصدقت جدا إن الشايلد ده
هيبقى عنده developmental dysplasia of the head، وبنبدأ ال treatment بدري قبل ما نستنى لست شهور مع ال outpatient center. الجدول ده مبين ال common causes لل limbical children. طبعا ال toddler اللي هما من 1 لـ3 سنين هو اللي بندخل في differential diagnosis مع developmental dysplasia بحب، مع حاجات تانية زي synovitis زي الفراكشر زي الابيوز او الجوبينايل ارثرايتس. طيب الموضوع التاني اللي عايزين نتكلم فيه هو الاوستيوبروسيس والاوستيوبينيا. ايه هو الاوستيوبروسيس والاوستيوبينيا؟ في حاجة اسمها البون ماس، البون ماس والبون مينرال دينستي الاتنين بيقلوا في ال aging process بتاعت البني آدم، لكن كلمة استوبينيا معناها ان البون ماس هتبقى اقل في ال people's طول اكتر من الناس اللي هم في نفس المرحلة العمرية، اقل بنسبة بسيطة. كلمة osteoporosis is a more severe case of bone loss that weakens the bones وهيخلي فيه high risk للفراكشر. الصورة دي بتوضح لي الاستيوبينيا والاوستيوبروسيس. هنا بدأ العظم يفضى من المينراليزيشن اللي فيه، وهنا طبعا مور سيفير. طيب بالنسبة للاوستيوبينيا احنا بنقول زي ما قلنا ريفيز للتكريز للبون مينرال دينستي، وتشانز كان ذات تشينج كان بي جنرالايز اور ريجوينال، يعني ممكن يبقى عند المريض ده ديفيوز اوستيوبينيا او ممكن يبقى عنده ريجوينال او لو فوكال يعني اوستيوبينيا في عظمة معينة نتيجة مثلا لكسر قديم او لقلة حركة او كده. طيب الـ World Health Organization اللي هو منظمة الصحة العالمية قسمت لي التقسيم اللي هنتكلم عنها دي تقسيمة الديكسا سكان اللي هو نوع من أنواع الأشعة بنصور بيها بنقيس بيها كتلة العظم نفسه. الكريتيريا بتاعت الاوستيوبينيا هم عملوا سكور معين كده، العظم الطبيعي مفروض النسبة الماس بتاعته أو النسبة بتاعته بتبقى أكتر من ماينس أكتر من ماينس 1. بالنسبة للأوستيوبينيا defined as a bone mineral density score هيبقى between ماينس 1 وماينس 2.5. بالنسبة للأوستيوبروسيس البون مينرال دينستي بتاعته هتبقى أكتر من ماينس 2.5. دي صورة بتوضح لي الاستيوبينيا. طبعا هنقول هنتكلم برضو على ان الاكس راي ما هيش سنسيتيف قوي في حالات الاستيوبينيا، وانه محتاج ان يحصل لوس يعني نسبة كبيرة من المينراليزيشن في العظم عشان يبدأ يبان في الاكس راي، لكن عموما بيبقى فيها شغل ده نون سبيسيفيك ديفيوز استوبينيا ثرو الفوت اللي هي بس ان الدنسيتي بتاعت العظم بتبدا تقل. البلان اكس راي زي ما قلنا ان هو ما هو سنسيتيف موداليتي لان لازم يحصل نسبه يعني لوس من 30 لـ50% من البون ماس عشان ابدا يبان في الاكس راي. طيب بالنسبه لل الاوستيوبينيا او الاوستيوبروزيس، الاوستيوبروزيس في البرتيبرا دي من اشهر الحاجات اللي هي مع الايجينج وبتبقى مع الفيميل في البوست مينوبوزال. بيحصل حاجة اسمها بنسلينج للبرتيبرا، البرتيبرا نفسها بيبدأ حجمها يقل، بيحصل لص للكورتكس بتاعة البون ولص للترابيكوليشن بتاعة البون بنسميها جوست فيرتيبرا. ممكن يحصل لكمبريشن فراكشر وحاجة اسمها vertebra plana. الvertebra plana هي الـ يعني بتبقى vertebra هي واحدة بس very compressed و dense، فدي بنسميها vertebra plana. كلمة dense يعني ايه؟ يعني density بتاعها زايدة لان هي حصلت انها اتطبقت على بعض. طيب في عندي البروميننت فيرتيكال ترابيكوليشن وثيننج للهوريزونتال ترابيكوليشن، دي من ضمن الحاجات اللي بنشخص بيها الفيرتيبرال اوستيوبوروسيس. بالنسبة لأي عظمة تانية loss of normal bone trabeculation دي بتعتبر من الحاجات اللي بنشخص بيها الاستيوبروسيس.
الطيور بتكون كمان اللي هي العظم الصغير زي الميتاكاربالز مثلا، هذه والبي ثينينج للكورتكس، بتبدأ الكورتكس تقل، السيكنس بتاعي بقل من 25% من عرض العظمة نفسها، ده سبيسيفيك للأوستيوبروسيس. النورمال بتاعها بيبقى من 25 لـ 50. طيب ايه هو الديكسا سكان؟ الديكسا سكان ده جولد ستاندرد لتشخيص الاوستيوبوروزيس، بيعتمد على الاكس راي، نسبة بسيطة جدا من الاكس راي بتطلع بتصور العظم وبتحدد لي البون مينرال الدينستي بتاعت المينراليزيشن بتاعته. بيديني جدول بالشكل ده، الاخضر هو النورمال، وده زي ما قلنا لازم يبقى النسبة بتاعته أكتر من واحد أهو، سوري أكتر من -1. طيب بالنسبة للأوستيوبينيا، الأوستيوبينيا اللي هي بيبقى فيه ميديم ريسك أوف فراكشر، والنسبة بتاعته بتبقى من -1 لـ -2.5، وده اللي هو بيديني اللون الأصفر. بالنسبة للأوستيوبوروسيس الهاي ريسك أوف فراكشر، يبقى نسبة المينراليزيشن هتبقى موجودة في الزون الأحمر ده اللي هو اكتر من -2.5، وده هاي ريسك اوف اي فراكشر. طيب ده بلين اكس راي لدورسال سباين، موريني السنايل اوستيوبوروسيس. في انا شايفه، انا مش شايفه فرتبرا، الدنسيتي بتاعتها قلت جدا، بنسميها الجوست فرتبرا. الترابيكوليشن بتاعتها قلت، حصل فيه كيفوزس. الكيفوزس ده لان بيحصل سوفت انج للبون مع عمليه الريزوربشن بتاع المينراليزيشن من العظم. دي صورة بتوريني النورمال فيبرا ايه، الفيرتيكال والهورزونتال ترابيكوليشن، وشكل الفيرتيبرا عامل ازاي. دي صورة بتوريني الاوستيوبوروتيك فيرتيبرا، بدأ يحصل ريزوربشن، الترابيكوليشن بعدت عن بعضها، والدنستي بتاعت العظمة نفسها بدأت. دي بقى ماركت استيبروسس، ما عادش فيه ترانسفيرس ترابيكوليشن خالص موجود. طبعا الفرتبرا دي بتبقى مركمة لانها يحصل لها كومبريشن فراكشن. بالنسبة للعظم الشورت زي ما قلنا، الكورتكس هي النورمال بتشكل لي اكتر من 25% من الويتس بتاع العظمة، هنا بيحصل ايه ريزوربشن خالص ليها، بيحصل تيننج للكورتكس مع لوس اوف النورمال ترابيكوليشن والنورمال دينستي بتاعه البون في عضي عظمه ميتاكارب. دبلين اكس راي للركبه برضو، شايفين الدينستي بتاعه النورمال بون هنا، درجه البياض بتاعهم ازاي، هنا بيبدا يحصل لوس اوف النورمال دينستي، العظم بيبقى مور هايبوتنس، يعني بيبدا يسود شويه. الكورتكس الثيكنس بتاع هنا طبعا هنا مختلف عن هنا. الترابيكوليشن نفسها النورمال ترابيكوليشن، بدات يحصل ريزوربشن في البون مع انكريس طبعا نسميها راديو ليوسنسي. في برضو الاسم دي بتورينا السابيري اوستيال، لان من تحت هنا حاجه اسمها بيري اوستيال، السابيري اوستيال بون ريزوربشن، دي من العلامات الاستيبوز. التقرير بتاع الديكسا سكان بيبقى شكله عامل كده، بيجي لي ملون كده. احنا بقى غالبا الديكسا سكان بنقيس الدنستي بتاعه العظمه السباين والهيب، وبيديني الثلاثه زونز دول، والمينراليزيشن بتاعه المريضه دي موجوده في اي زون منهم. بعد كده هنتكلم ان شورت تو أرثرايتس. أنا عندي أربع أنواع من الأرثرايتس اللي هم الموست كومن، عندي روماتويد أرثرايتس، السيرو نيجاتيف أرثروباسي، الكريستال أرثروباسي، والديجنريتيف أرثرايتس اللي هم الأستيو أرثرايتس. لو بدأنا بالروماتويد أرثرايتس، ده موست كومنلي أفكتنج السمول جوينتس بتاعة الهاند، وبيأفكت الريست، ممكن يجي في الأنكل وفي الفيت. الروماتويد ارثرايتس بيبقى غالبا بايلاترال وسيمتريكال، سبيرز الديستال انترفرنجيال جوينتس بتاعه الهاند، يعني الاقيها موجوده في البروكسيمال وما بياخدش الديستال،
less commonly affect large joint زي ال knees وال shoulder أو ال spine. لأ، ما بيجيش في ال spine إلا في ال cervical spine، بس ممكن أشوفه مع في ال atlanto-axial أو ال atlanto-occipital articulation اللي هما في أول بين أول vertebra وبين ال small joints بتاعت ال hand وال wrist. ايه ال changes اللي بشوفها اللي بشوفه فيها؟ طبعا بيبقى في روماتويد ارثرايتس، انتوا عارفين ان بيحصل انفلاميشن في الساينوفيوم، بيبدأ يتكون soft tissue swelling نتيجة للسينوفايتس اللي موجودة ونتيجة للجوينت effusion، بيبقى فيه edema وانفلاميشن، يبدأ العظم اللي حوالين الجوينت نفسه يتاكل، يحصل فيه marginal erosion، ولما يحصل marginal erosion الدنسيتي بتاعة العظم هتقل، فبيحصل osteoporosis. الجوينتس السبيس هيبدأ يحصل لها narrowing نتيجة للإنفلاميشن اللي موجود. الليت تشينجز بقى مع النارونج مع السوفت تيشو إديما والإفيوجن كده هيبدأ يحصل ديفورميتي في الجوينتس، وممكن يحصل فيها صبلة. طيب دي روماتويد أرثرايتس في فيفس ميتاكاربو فارينجيال جوينت. طبعا واضح هنا إن في تآكل في العظم اللي حوالين الجوينت أهو، في بري ارتكولار بين الروجن، واضح ادي البري ارتكولار هنا وهنا بري ارتكولار بون الروجن. جابلين اكس راي تاني لهاند اي بي فيو موريني ادفانسد روماتويد ارثرايتس، في ديفورميتي في الجوينت، الجوينت سبيسز نارود خالص، هي قفلت خالص، مفيش سبيس، مفيش سبيسز تقريبا، العظم الدنسيتي بتاع العظم نفسه بدأ يقل مع الإروجن والديسبليسمنت والديفورميتي اللي موجودة. سيرو نيجاتيف أرثروباسيس دي اللي هي أشهر واحدة فيها، هم كذا هم جروب أو كذا نوع، بس أشهر واحدة فيها هي الأنكيلوزينج سبونديلايتس. ده الموست كومن سيرو نيجاتيف أرثروباسي، وأنا بسميه سيرو نيجاتيف ليه؟ لأن الروماتويد فاكتور عنده نيجاتيف، والأذر أوتو أميون أنتي بوديز بتبقى كل معلش يا جماعة حصل لخبطة كده شوية، أنا آسفة. طيب احنا قلنا إن دي صور ساكرو إلياك جوينت في حالة الأنكلوزنج سبونديلايتس، الصورتين اللي فوق دول نورمال بيوروني الجوينت سبيس، الصورتين اللي تحت فيه انفلاميشن بيوريني البير أرتيكولار سكليروزيس. سكليروزيس يعني الدنسيتي بتاعة العظمة نفسها زايدة، فاللاينز الأبيض اللي حوالين الجوينتس دي، وبعد كده هنا بدأ الجوينت قفل خالص ما عندش شيء. الايمجينج الفيتشرز اللي انا بشوفها في البرتيبرال بودي بتاعه السباين بتبدا تكبر، يحصل فيها سكويرينج، بيحصل ديفيوز انكلوزنج انها تلحم مع بعضها، فبتعمل لي حاجه اسمها بامبو سباين. البرتيبرال فيوجن ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه حاجتين، الاوسيفيكيشن بتاع الانتيرور والبوستيرور لونجيتودينال ليجامنتس، وحاجه بسميها السندسموفايتس. السندسموفايتس دي اللي هي عباره عن بوني اوت جروس اب نورمال اوسيفيكيشن او جروس للعظم من المارجنز بتاعه البرتيبرا، وبيبداوا يلحموا في بعض ويخلوا لي البستبراية أو العمود الفقري كله يبان كأنه قطعة واحدة على بعضه. طبعا مع الأوسيفيكيشن والكالسيفيكيشن اللي بتحصل في الانترفيرتيكال ديسك سبيسز، فبنسميه البامبو. الصورة دي هنا اللاتال فيو ده موريني ان في بدأ يحصل فيه اوسيفيكيشن اهو في الانتيرور والبوستيرور لونجيتودينال ليجامنت، والسكويرنج بتاعت البرتيبرا نفسها، وان هو بدأت تبقى كأنه كسنجل بلوك بنسميها البامبوز بار. الصورة التانية دي اي بي اللاين كالسفايد لاين المباراة اللي هو اللي باين في النص ده اسمه داجر ساين. الداجر ساين ده عبارة عن ايه؟
هو عبارة عن سنتر راديو دينس لاين وفرونتال راديو جراف ريليتد تو سبيكيشن للسوبرا سباينس والانترا سباينس ليجامنت. الليجامنت بتاعت السباين اللي بتبقى موجودة ورا بيبدأ يحصل فيها اوسيفيكيشن، فعشان بتبان كسنجل دينس لاين كده ماشي في النص مع السكويرينج طبعا بتاعت البودي والسندسموفايتس اللي موجودة على الناحيتين. أحس إن الارتفاع كلها بقت حتة واحدة. طبعا الساكو إلكترونز أنا مش شايفاهم، وحتى الهيب هنا الفايت هيب ده فيه مشكلة. بالنسبة للكريستال أرثروباسي بقى أشهر واحد فيهم هو الجاوت. الجاوت اللي هو بيحصل ديبوزيشن لليوريك أسيد في البارا أرتيكولار ريجن. الراديولوجيك بيكتشر بتاعت الكاركترستيك راديولوجيك للجاوت إن هو بياخد الفيرست ميتا تارسو فارنجيال جوينت ده كاركترستيك بليس لو. في الأول الساين بيبقى فيه جوينت إفيوجن، بعد كده هنا الجوف الجوت ارثرايتس ما بيحصلش نارونج الا ليت انتل ليت ستيجز من الديزيز. بيبدا يحصل الايروجن، الايروجن بيبقى اكسنتريك ايروجن وبانشد اوت. كلمه بانشد اوت دي معناها ايه؟ معناها ان العظمه بتبقى متاكله خالص، ما بشوفش لها اي تفصيل. بانشد اوت ايروجن with a sclerotic margin and a marginal and juxta-articular distribution. يعني juxta-articular دي جنب الجوينت، الجناب بتاعة الجوينت أو على الحراب بتاعة العظم، وهنا ما بقاش في osteoporosis. زي مختلف خالص عن الروماتويد أرثرايتس برضو، لأن الروماتويد بيبقى فيه إيروجن، لكن هنا في الأرثرايتس الجوتي ما بيبقاش فيها بون osteoporosis. الكاركترستيك لها هي التوفاي. التوفاي دي كلمة توفاي معناها soft tissue، بتبدأ تتكون جنب المفصل كده أو جنب العظمة عبارة بسبب الديبوزيشن بتاع اليوريك أسيد في المنطقة دي. البين اكس راي الاي بي شايفة ان الترس فرنجيال جوينت الاول حياة واحد في soft tissue swelling، في narrowing للجوينت سبيس معنى narrowing من تحت بين ليت، في جاكس ارتيكولار بون ايروشن اللي هي البون اروجن اللي بتبقى موجودة دي. ده طبعا ادفانسد كيس. الادفانسد كيس واضح جدا التوفاية كبيرة جدا موجودة، بحصل فيه بون اروجن حوالين المفصل مع ناروينج للجوينت سبيس. الجاكس ارتيكلر بالاستيال بون اروجن الموجودة دي اللي هي هنا دي اهي مع large soft tissue اللي هي التوفس الموجودة. آخر حاجة نتكلم فيها هي degenerative arthritis أو في الأول osteoarthritis اللي هي aging arthritis. مع التقدم في العمر بيبدأ يحصل تآكل في الارتيكولار سيرفيس كارتليج، الكارتليج اللي بيغطي الارتيكولار سيرفيس، ويبدأ العظم يكون لي الاوستيوفايتس اللي هي الزوايد العظمية اللي بتطلع. يحصل ناروينج في الجوينت سبيس وتآكل في العظم، اوستيوفايتس فورميشن، وتبدأ تتكون سب ارتيكولار سيستس وسب ارتيكولار سكليروزس. الكارتليج اللي بتفصل من اماكنها دي لانها بتتاكل او بيحصل لها دينيوديشن بتضعف وبتسيب الارتيكولار سيرفيس، بتكون لي حاجه اسمها لوز بوديز. اللوز بوديز اللي هي هتبقى اجسام صغيره موجوده اللي هي زي دي في الجوينت سبيس نفسه. اشهر مفصل بيحصل فيه الكلام ده هو الني جوينت. طبعا الصورة دي بتوضح ان advanced osteoarthritis في knee joint. طبعا الزوايا العظمية والاستفايتس اللي هي اللي بتطلع على الاطراف العظم على المارجنز بتاعت العظم، الجوينت سبيس بدأ يحصل نارونج، في لوز بوديز موجودة ورا، فكل ده بنشخص بيه degenerative arthritis ال osteoarthritis. a note ان الإروجن ما هيش فيتشر لل osteoarthritis ولا ال loss of bone density، يعني ال osteoarthritis ما بقاش مع ولا osteoporosis ولا مع إروجن. احنا كده طبعا خلصنا المحاضرة الأولى وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا.